حقيقي. طيب دايما الناس لما بييجوا يتكلموا عن كابتن ميمي عبد الرازق بيقولوا كابتن ميمي ده الفاكهة بتاعتنا. احكي لي كده على مواقف حصلت لك وانت لاعب لسه قبل ما تكون مدرب. يعني حضرتك مرة كنا قاعدين في ماتش بتاع، يعني هقول لك على حضرتك، كنا بنلعب فرقة بورفؤاد، وكان معانا مثلا ماتش بورفؤاد عامل زي ديربي طبعا بين المصري، هو انا بورسعيد وبورفؤاد. وكانت بقى الجمهور بقى بيشجع والكلام ده وبتاع، وكان معانا ناس في مجموعة بتيجي تشجعنا معاها زي، انا اسف، زي الكلاب البوليسية. انا رايح ناحية الخط الاكل بيجري عليا، وما انا سايب الكرة وجاي، بس الله اجي ناحية الخط الاكل بيجري عليا. قلت انا كلمته، قلت له وفين الحكام؟ ما لا انا قلت له فيش الا انا، يعني هو جنب الخط بالنسبة لي يعني فيش الا انا وبتاع. فطبعا دي من ضمن المواقف، انما المواقف معايا في التدريب اكتر 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 بكتير قوي يعني.